هيا بنا أحبائنا الصغار لنتابع مع محادثة حول قصة الحرف نون صوت ن. ما هو عنوان القصة؟ عنوان القصة هو احتفال رأس السنة. من هم شخصيات القصة؟ شخصيات القصة هم نونة وأخوها راني وأختها دانا وأمها. لماذا نهضت نونة باكرا؟ نهضت نونة باكرا لتستعد لليلة رأس السنة. بماذا ساعدت نونة والدتها؟ ساعدت نونة والدتها في تحضير طعام العشاء والزينة. بماذا احتفلت عائلة نونة؟ احتفلت عائلة نونة بالسنة الجديدة. ماذا قال راني لنونة؟ قال راني لنونة: لقد نسينا شراء المفرقعات النارية، فكيف سنحتفل؟ ماذا ردت نونة؟ ردت نونة: كلا يا راني، المفرقعات النارية خطيرة، سوف نرقص ونغني ونضحك سويا حتى آخر